والجنة أدخلنا الله وإياكم، كتب الله لأهلها الخلود الأبدي فيها. وقد مر معنا مرارا، وهذا من حسن القول الذي يكرر، إن من أهل الجنة لمن ينظر إلى وجه الله بكرة وعشية. ولا يمكن أن تكون هناك عطية أرفع من أن يصل العبد بإيمانه وأعماله التي هي من رحمة الله إلى مقام يخلد فيه في الجنة ويمتع برؤية وجه الله بكرة وعشية. والله إن البشر ليقع على وجهك وأنت ترى والديك، فكيف إذا رأيت ربك ورب والديك؟ كلما دعاك الشيطان إلى أن تعصي الله فتذكر ما نعمة أن يجعلك الله ممن يمتع برؤيته، فإنك إذا تذكرت جلال الله، جلال الله وعظمته وجماله وكماله، اشتاق قلبك إلى هذه النعمة. وهذا والله أعظم، إذا وقر في القلب أعظم ما يحجم بالعبد عن المعاصي. قال الله عن أهل معصيته يبين مكانه لهم، قال كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون، يمنعون يحجبون من رؤية وجه الله. فدل على أن أعظم النعيم رؤية وجه الله الكريم جل جلاله. ونحن على يقين أن أعمالنا، أقوالنا، أفعالنا، سرائرنا لا تؤهلنا لهذا الأمر البتة، لكن كما نقول في هذه الدروس وغيرها، المعول على رحمة الله وحسن الظن به